تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه بتاريخ 11 من يناير 2021 لوزارتي الداخلية والخارجية بمتابعة أوضاع البحارة البحرينيين الموقوفين في دولة قطر واتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بالإفراج عنهم وعودتهم إلى مملكة البحرين. تفيد وزارة الداخلية أنها تلقت إخطارا من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهم من قبل أمن السواحل والحدود القطرية في عرض البحر بتاريخ 8 من يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري، وهما سامي إبراهيم الحداد ومحمد يوسف الدوسري، بالإضافة إلى البحار البحريني حبيب عباس الذي تم القبض عليه بتاريخ 3 من ديسمبر 2020 دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50 قاربا وبانوشا. وعقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم، وسيتم عند وصولهم إلى مملكة البحرين أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.